السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. في الطريق الى منزل عائلتها في باجة، سلكت نورة الباهي شارع الجمهورية. هي على موعد مع امها لمرافقتها الى الطبيب من اجل فحص روتيني. اقتربت من تقاطع شارع الجمهورية مع شارع الحبيب تامر، خففت السرعة. في نقطة التقاطع يقف رجل ظنت أنه مختل عقليا، ولما صارت بمحاذاته أشار إليها يطلب بعض المال. لم يتكلم، ولكنه بابتسامة بالكاد ظهرت تحت شاربين كفين رفع يمناه وهو يفرك إبهامه بسبابته. ألقت نظرة خاطفة على وجهه الذي كسته لحية لم تحلق منذ عدة أيام، ثم واصلت الطريق. لا تدري لما رسخت في ذهنها صورة ذلك الذي ظنته مجنونا، وقد استغربت أن تكون ملامح وجهه ما كان واضحا منها تذكرها بشخص هيئ لها أنها تعرفه أو رأته من قبل، بل إنها لا تستبعد أن تكون كلمته. متى وأين؟ لا تدري على وجه التحديد. تواصل الطريق وتنظر بين الفينة والأخرى في المرآة العاكسة، ترى عينيها، تتذكر نظرته، تحاول أن تنساه، ولكنها من حيث لا تدري تجد نفسها تفكر فيه. تشتغل نورا ذات 35 ربيعا مدرسة للغة الفرنسية في إحدى مدارس باجة، وكانت ليس فقط بسبب طبيعة عملها مولعة بالقراءة، وتملك في منزلها في شارع ابن الهيثم مكتبة غنية بها مصنفات في كل الفنون والمجالات. في لحظة ما ظنت أن توقف تفكيرها عند نظرات وملامح ذلك الذي حسبته مجنوناً إنما هو من تأثير قراءاتها المتعددة، ولكنها لا تجد فيما قرأته ورسخ بذهنها ما يجعلها تجزم بأن التفكير في ذلك الشخص نتيجة لمطالعاتها الكثيرة. في زنقة علي الشواشي في منزل العائلة كانت والدتها في الانتظار، أركبتها السيارة ومضت بها إلى الطبيب. صورة ذلك الشاب الواقف عند تلاقي شارعي الجمهورية والحبيب تامر لا تغادر تفكيرها دون أن تجد فيما تحتفظ به من ذكريات ما يكون تفسيرا لذلك الاهتمام، ولذلك قررت أن تمر في الغد من نفس شارع الجمهورية، حتى إذا ما وجدته هناك فإنها ستتمهل أكثر وقد تتوقف لتتأمل ملامحه جيدا، فقد يكون في ذلك ما يشفي حيرتها. تعيش نورا وحيدة في شقتها في شارع ابن الهيثم منذ أن أنهت دراستها الجامعية والتحقت بالتعليم. لم تتزوج، وإن كان في سجل حياتها شبان ثلاثة لم تستمر علاقتها بهم ولم تفض إلى مشروع زواج. تجد المرأة في مهنة التعليم التي اختارتها عن حب مجالا تضخ فيه كل طاقاتها، كما أنها كانت تحب المناظرات والنقاش، ولم يكن ذلك وليد الصدفة أو مرحلة ما بعد امتهانها التعليم، فقد عرفت وهي في الثانوية بمساهماتها المتعددة في أنشطة المؤسسة، لعل ذلك أهم ما ورثته عن والدها السلمكي الباهي أستاذ التاريخ. كان قدوتها، وكانت كثيرا ما تسمع وهي تتحدث عنه كل فتاة بأبيها معجبة. توفي الرجل منذ 5 سنوات، ومع أنها لم تكن ابنته الوحيدة إذ كان له ولدان يكبرانها، فإنها كانت تبدو الأقرب إليه. لعل اهتمامها بالمطالعة وبالكتابات الأدبية ما هيأ لها أسباب ذلك القرب الذي من فكت تفخر به وتباهي. أمها فضيلة كانت تعمل إلى أن أحيلت على التقاعد قبل 4 أعوام قابلة في إحدى المصحات، وكانت فترات الدوام التي تمضيها في المصحة مما ساهم في اقتراب نورا أكثر من والدها. تزوج أكبر شقيقيها واستقر في تونس العاصمة حيث يعمل في قطاع الهندسة المدنية،
بينما انتقل الأصغر إلى فرنسا للعمل. ومع أن والدتها تعيش وحيدة في بيت الأسرة، فإن نورا ظلت تصر على الاستقلال عنها وعلى البقاء في سكنها. لم يناقشها أي من أفراد الأسرة، إذ يعلمون جميعهم مدى حرصها على استقلاليتها وحريتها. ثم إنها تزور والدتها بشكل يومي، وكلما أتيحت لها الفرصة تصحبها لفسحة أو سفر للترفيه، وكثيرا ما رافقتها إلى العاصمة لزيارة شقيقها هناك. بعيدا عن كل رتابة، كذلك هي حياة نورا الباهي، حبها للاستطلاع والاكتشاف مما جنبها الرتابة، الذي يتملكها منذ أن رأت ذلك الذي حسبته مجنونا فضول لا تبدو مستعدة لتجاهله. في الغد بعد أن غادرت الثانوية في حدود 4:30، قررت أن تسلك الطريق التي سلكتها بالأمس، علها تجد ذاك المجنون. سلكت شارع الجمهورية، وكانت حريصة على خفض السرعة حين تبلغ تلاقيه مع مبتدأ شارع الحبيب تامر، بل إنها كانت مستعدة للتوقف حتى تتبين أكثر ملامح ذلك الرجل. ولكنها وقد بلغت ملتقى الشارعين لم تجده هناك. مع ذلك فإنها توقفت، نظرت إلى حيث كان يقف، نظرت إلى كل ما يحيط بالمكان، لم يكن هناك. انطلقت مواصلة طريقها. في لحظة ما سخرت من نفسها ومن هذا الاهتمام الذي تعترف بأنه زائد عن اللزوم الذي توليه لشخص الراجح لديها أنه مختل عقليا. ضحكت ثم أمسكت، إذ ظنت أنها ستبدو أكثر جنونا. مر أزيد من أسبوعين على تلك اللحظات التي أثارت فضول نورا وأذكت في داخلها حب استطلاع من نوع خاص. على مدى بضعة أيام تجاذبها الفضول الجامح ورغبة في نسيان ذلك المجنون. كم مرة مساء وهي تسترخي على الكنبة في مكتبتها، تسترجع شريط تلك اللحظة التي لن تجرؤ على الحديث عنها مع أي كان. لقد صنفتها في خانة تلك اللحظات التي لا تريد لأي كان أن يعلم بها. وهي تجول بناظريها عبر رفوف مكتبتها، تراه كذلك يخيل إليها، وهو يبتسم ابتسامته تلك التي يخفيها شارباه الكثان وتشي بها عيناه. تراه وهو يفرك سبابة يمناه بإبهامها طالبا النقود. وحتى تصرف عنها صورته تلك، كانت تحاول أن تبحث عن أي شيء تشغل به تفكيرها. ذاك المساء جاءت بألبومات صور ذكرياتها القديمة منها والحديثة، كانت ألبومات عدة، وضعتها على طاولة الصالون، ثم أخذت أحدها. كانت به صورها مع أمها وأبيها وأخويها صغارا كانوا يلعبون في مناسبات أعياد ومناسبات أخرى عديدة. كانت كلما نظرت إلى واحدة من تلك الصور ابتسمت، عادت بها ذكرياتها بعيدا إلى أكثر من 30 عاما. ثم تناولت ألبوما آخر كان كسابقه يتضمن صورا لأفراد العائلة. ثم وقعت على ألبوم صورها وهي في الثانوية. كانت تتوقف عند كل صورة من تلك الصور، تتأمل الوجوه، تحاول أن تتذكر الأسماء ما استطاعت إلى ذلك سبيلا. في الحقيقة لم تكن لتتذكر إلا من كانوا قريبين منها وقريبة منهم. استوقفتها صور كتبت تحتها ذكريات رحلة إلى القيروان. في تلك الصور وجوه ضاحكة متزاحمة، وفي أخرى صورها هي مع زميلة أو اثنتين أو مع زملاء. تستحضر تلك الوجوه التي غابت عنها منذ سنواتنا الآن. ثم وهي تقلب الألبوم وقعت على صورة بها 3 من زملاء المدرسة يقفون أمام باب منزل تقليدي، 3 وجوه تنظر إليها. استوقف انتباهها واحد من تلك الوجوه، وكأنها رأته بالأمس. ذاك هو الانطباع الذي نشأ لديها، تذكرته الآن. توفيق الصاحي. تنظر إليه بإمعان أكبر، ثم تستحضر ذاك المجنون الذي رأته قبل أسابيع عند تقاطع شارع الجمهورية مع شارع الحبيب تامر. لم يكن صعبا عليها أن تقيم رابطا بين توفيق الصاحي وذاك المجنون.
تدقق النظر أكثر فأكثر. تضاءل كل شك لديها، إنه هو. صحيح أنها لم تلتقه منذ ما يزيد على 20 عاماً، ولكن شيئاً ما في أعماقها يؤكد لها أن ذاك المجنون إنما هو توفيق الصاحي، زميلها في الدراسة. تتذكر تلميذاً لم تكن تنقصه النباهة ولا الكياسة. بعد اجتياز امتحانات البكالوريا انقطعت عنها أخباره كما انقطعت عنها أخبار زميلات لها، منهن من تزوجن وانتقلن للعيش في مدن أخرى أو بلدان أخرى. تظن أنه كان يسكن في حي من هامش مدينة باجة لا تذكره. لا تدري الآن لما كبر بداخلها الفضول، تريد أن تعثر عليه وتسأله عن الذي حول حياته إلى ما هو عليه الآن. في يوم السبت، وكان يوم عطلة، ركبت نورة سيارتها وانطلقت في جولة عبر شوارع باجة. طافت بالعديد من الشوارع، ثم وهي في طريقها لزيارة والدتها لمحته. كان هناك حيث رأته أول مرة. توقفت ونادته، أنزلت زجاج نافذتها بحذر. ظل مكانه ينظر إليها، ثم نادته مرة أخرى، نادته باسمه. ابتسم ثم تقدم نحوها، صارت ابتسامته أوسع. هل أنت توفيق صاحي؟ تردد قبل أن يرد بأن كرر اسم توفيق. هل أنت صاحي؟ قالت الصاحي. رفع يمناه وصار يفرك سبابته بإبهامه. مر بمحاذاتهما رجل يعتمر طربوشا أحمر ويرتدي زيا تقليديا، وبلا تقديم سأل نورة: هل تعرفينه يا ابنتي؟ نعم، أظن أنه كان زميلي في الدراسة. تأملها الرجل مليا ثم قال لها: أنا أعرفه، إنه يسكن الحي الذي أسكنه. كان شابا رائعا قبل أن يخالط مدمني مخدرات، هم الذين دفعوا به إلى الجنون. لا فائدة، لن يجيب عن أي من أسئلتك. أحست برغبة في البكاء غالبت دمعها، ابتسمت للرجل الذي توقف عندهما، ثم انطلقت بسيارتها. بعدها لم تعاود التفكير في الأمر.